تعالوا تنشوف مع بعض لو احنا صار في عنا تغيير على اللود اللي على السينكروناس موتور، ايش اللي بيصير. شفنا انه الانديوس فولتج دوات اللي هو الموتور بتساوي كونستانت في الفاي في الاوميجا ام، والاوميجا ام اللي هي السبيد بالراديان بير سكند، وهذه مالها كونستانت سبيد اللي هي السينكرونس سبيد سواء كانت ار بي ام او ريفل او راديان بير سكند. وكمان شفنا لو احنا اهملنا الريزيستنس، لو احنا عاملين جود ديزاين للي هو الماشين، فمعناته ممكن نقول انه ال ار اي ايكوال زيرو، انه ال في فاي الفيز فولتج بيساوي الانديوس فولتج انترنالي بلس جي اكس اس في الاي اي الفولتج دروب على السينكرونس رياكتنس. كمان شفنا انه الانبوت باور بتساوي الفي فاي الفيز فولتج في الاي اي في كوساين الثيتا الباور للفيز الواحد، لكن الباور كمان بتاعت التلاتة فيز ايش بتساوي؟ الثري الفي فيز في الـ EA على الـ XS في ساين الدلتا، هذه اللي هي الباور اللي في الآلة، وهذه اللي هي الباور as اللي هي electrical quantity يعني equation V5 في الـ I5 في كوساين بير فيز، إذا في تلاتة يبقى للتلاتة فيز. والتورك induced اللي هو الكونستانت الـ PR في الـ PNET في ساين الدلتا، والتورك انديوس بيساوي اللي هي الباور هذه مقسومة على كام؟ على الأوميجا. هذه الإكويجنز كلها إحنا شفناها قبلية، وهذا هو الفيزور دايجرام at leading power factor، هاي الـ V5 وهاي الـ IA والزاوية هذه اللي هي كام؟ الثيتا. V5 minus GXS في الـ IA بنوصل لمين؟ للـ EA، أو الـ EA إذا نعرفها بلس GXS في الـ IA خط عمودي على هذا الاتجاه بديني اللي هو مين؟ الـ V5. تعالوا تنشوف لو إحنا بدنا نغير اللود، بدنا نزود اللي هو مين؟ الـ B. طيب انا بشتغل عند constant voltage وعندي اللي هو synchronous reactance هذه constant، اذا هذه زادت يبقى معناته انه الـ EA في ساين الدلتا هذه لازم تتغير، وايش هيصير لها؟ هتكبر. الـ B كبرت يبقى الـ EA في ساين الدلتا هتزيد، كمان الـ P هذه زادت الـ V5 هذا constant، يبقى معناته انه الـ IA في كوساين الثيتا راح يتغير، إذا زادت الـ B يبقى الـ IA كوساين الثيتا ماله؟ هيزيد، يبقى نتيجة اللي هو زيادة الـ إيش؟ الـ power الـ output اللي على الـ generator بده يغيرني في الـ EA ساين الدلتا وبده يغير له IA كوساين الدلتا. وخلينا في الأول نقول إنه هذا اللي هو الموتور ايديال ما فيش فيه لوسز، زادت هذه يبقى الـ P أو input هو الـ P مين؟ output، يبقى زادت الـ output power يبقى الـ IA في كوساين الثيتا هيزيد، قلت اللي هي الـ power الـ IA كوساين الثيتا هيقل، زادت الباور EA ساين الدلتا حيزيد، قلت الباور الـ EA ساين الدلتا راح يقل. طيب هذا لو احنا بدنا نرسمه في الفيزور دايجرام كيف بدنا نقول؟ وين الـ EA ساين الدلتا؟ اللي هو ايش؟ البروجيكشن بتاع الـ EA على وين؟ على الخط الأفقي، يعني لو مدينا هذا الخط الأفقي هيك وعملنا projection للـ EA هو هذا حيصير مين؟ الـ EA sin الدلتا، هذا هو، ها
هذا هيك الخط الأبيض EA ساين الدلتا. طيب تعالوا تنشوف لو احنا موجودين عند IA واحد وموجودين عند EA واحد اللي هي هذه النقطة، يبقى معناته EA واحد ساين اللي هو الدلتا واحد هو اللي هو الايش القيمة هذه من هلها. طيب احنا زودنا الباور، يبقى الـ EA في ساين الدلتا الجداد اكبر من الـ EA في ساين الدلتا الاولانيين، هنلاقي انه وكمان عندنا الـ IA في كوساين الثيتا هيتغير، هنلاقي بدل ما كان IA واحد صار عندي ايش IA اتنين، وهذه ثيتا اتنين، IA اتنين كوساين ثيتا اتنين اللي هو من هان لهان، لكن IA واحد كوساين ثيتا واحد من هان لهان، يبقى IA اتنين كوساين ثيتا اتنين كبر، وكمان E اتنين في ساين اي اي اتنين في ساين الدلتا اتنين كبرت اللي هي صارت من هان لهان اللي هي اكبر من اللي من هان لهان. كمان لو زودنا الباور شوية يبقى الـ IA في كوساين الثيتا هيزيد، مثلا وصلنا لعند يونيتي باور فاكتور IA تلاتة في كوساين اللي هو الثيتا اللي هي صفر بتساوي الطول هذا، يبقى ماله الـ IA في كوساين الثيتا كبر. كمان الـ EA تلاتة في ساين الدلتا تلاتة هتكبر، هاي الـ EA تلاتة وهي اللي هو EA تلاتة وساين اللي هو مين الدلتا تلاتة ماله كبر. كمان لو خلينا اللي هو ايش الباور تزيد شوية صار عندنا اللي هو مين IA أربعة في كوساين الثيتا أربعة اللي هو بيساوي الطول من هان لهان، وكمان هيصير عندنا EA أربعة في ساين دلتا أربعة اللي هي مالها القيمة كبرت. يبقى معناته إذا صار في عندي تغيير في اللي هو الـ output power من اللي هو الموتور، معناته اللي هو زادت الباور معناته زاد اللي هو مين الـ current الـ IA كوساين الثيتا هيتغير والـ EA ساين الدلتا هيتغير، وهذا هو إيش الفيزور دايجرام اللي بيبين لي التغيير. بنلاحظ انه الكرنت هنا كان ليدنج كرنت، صار هنا كرنت ليدنج بس زاوية اقل، بعدين هنا صار اللي هو يونيتي باور فاكتور، بعدين صار هنا اللي هو ماله لاجنج باور فاكتور. قلنا في حالة اللي هو الليدنج باور فاكتور مال الـ EA في ساين الدلتا اكبر من مين من البي فاي، يبقى لعند اللي هي الـ EA تلاتة هنا هيك الـ EA تلاتة في ساين الدلتا تلاتة بيساوي البي فاي، بعد هيك في حالة اللاجنج باور فاكتور الـ EA اربعة في ساين الدلتا في كوساين الدلتا متأسف كوساين الدلتا أربعة أقل من البي فاي، يعني الـ EA تلاتة كوساين الدلتا تلاتة بتساوي اللي هو الـ V5. لكن في حالة الـ leading power factor الـ EA في كوساين الدلتا أكبر من مين؟ من الـ V5. تعالوا تنشوف example، بيقول هاي عندي اللي هو الـ Pair-Phase Equivalent Circuit لسينكرونس موتور الـ current entering للماشين. الماشين هذه بتشتغل عند 208 فولت 45 كيلو فولت أمبير 8/10 باور فاكتور ليدنج 60 هيرتز دلتا كونكتد سينكرونس ماشين has a synchronous reactance of 2.5 ohm and negligible armature resistance. بيقول لي الفريكشن والويندج لوسز 1.5 كيلو وات، الكور لوسز 1 كيلو وات. Initially the shaft is supplying 15 horsepower load.
في الاول قال لي سينكرونس ماشين، ما حدد ليش هل هي جنريتور ولا الموتور، بس هان قال لي ايش، ذا شافت از سبلاينج 15 هورس باور لود. ايش معناته؟ معناته انه هذه الاله موتور، اند هيو كمان اضاف لي ذا موتورز باور فاكتور از 8 من 10 ليدنج. بيقول لي لو سمحت سكتش الفيزور دايجرام اوف ذيس موتور، حاضر، وبعدين فايند الفاليوز اوف الاي اي الاي ال اند اي اي. الاي اي اللي هو الفيز كرنت، اي ال اللي هو اللاين كرنت، والاي اي اللي هي الفيز فولتج. المطلوب الثاني بيقول لي assume that the shaft load is now increased to 30 horse power. زودنا اللي هو الباور اوتبوت، خليناها 30 هورس باور، الضعف، لكن ما عملناش اشي بخصوص اللي هو مين الفيلد كارنت، يعني خلينا الاي اي مالها كما هي، ما غيرناش اشي، والفي فاي مالها كما هي، ما غيرناش فيهم اشي. Sketch the behavior of the phasor diagram in response to this change. بقول لي ارسم لي الفيزور دايجرام الجديد، وبعدين حدد لي قديش ال IA الجديد وال IL الجديد ال EA after the load change. What is the new motor power factor؟ تمام، بنشوف اللي هو القيم بتاعتها. بيقول لي ال P out 15 هورس باور، 15.746 ساوي 11.19 كيلو وات. طب ال input بيساوي ال output زائد الميكانيكال لوسز زائد اللي هو الكور لوسز زائد الالكتريكال لوسز. الالكتريكال لوسز نيجلكتد لانه ال RA زيرو، يبقى ال input power بتطلع كام؟ 13.69 كيلو وات. هذه الانبوت باور، قديش اللاين كرنت يساوي البي انبوت على جذر الثلاثة الفي لاين في كوساين الثيتا؟ الانبوت باور 13.69 في 1000 عشان هذه كيلو وات، على جذر الثلاثة الفي تيرمينال لاين تو لاين 208 لأنه هذا دلتا كونكتد، اللاين فولتج بيساوي الفيز فولتج. الباور فاكتور كام؟ 0.8، وكام ايش ماله؟ ليدنج، يبقى الكرنت بيساوي 47.5 امبيرز. هذا اللاين كرنت وهذه دلتا كونكتد، يبقى الاي اي الفيز كرنت ايش بيساوي؟ الاي لاين اوفر السكوير روت اوف 3 ويساوي 27.4، والانجل زائد 36.87 ديجري. ليش؟ لأنه leading power factor. ال V phi زاويته صفر، ال current زاويته زائد 36.87، يبقى ال EA كام؟ V phi minus JXS في ال IA، ال V phi 208 يساوي صفر minus J اللي هو 2.5 اللي هي ال XS 27.4 والزاوية 36.87 degrees. هذه الكرنت، يبقى ال EA بتطلع كام؟ 255 والزاوية minus 12.4 degree. هذه اللي هي مين؟ ال EA، وهي ال IA. وتعالوا تنشوف ال phasor diagram. هاي ال phasor diagram، ال V phi 208 والزاوية صفر، ال IA 27.4 والزاوية زائد 36.87 ديجري. الـ EA 255 والزاوية ناقص 12.4، والـ JXS في الـ IA اللي هي القيمة هذه، يعني الـ 208 والزاوية 0 ماينس 68.5 والزاوية 126.87 حيطلع 255 والزاوية ناقص 12.4، أو ال 255 والزاوية ناقص 12.4 زائد 68.5 والزاوية 126.87 حيديني 208 والزاوية. بس أنا عارف مين؟ عارف ال V5 وعارف الـ IA وعارف الـ XS، فبقول V5
ماينس اللي هو جي اكس اس في الاي اي بجيب مين؟ الاي اي. هذا هو الفيزو دايجرام. تعالوا نشوف انه الباور بتساوي 3 الفي فيز في الاي اي الفولتج انديوس انترنال على الاكس اس ساين الدلتا، والباور في الثلاثة فيز 3 في 5 في الاي اي في كوساين الثيتا. الباور هذه ايش عملنا فيها؟ خليناها تصير كام؟ 30 هورس باور. يبقى قديش اللي هو الاوتبوت؟ صار الاوتبوت 22.38 كيلو وات. في هذه الحالة قديش الانبوت؟ يبقى الانبوت اللي هو بيساوي كام؟ الاوتبوت زائد اللوس زي ما هي اللي هو بيطلع 24.88 كيلو وات. البي ايش بتساوي؟ 3V5 في الاي اي على الاكس اس ساين الدلتا، ومن هان بنجيب اللي هي الدلتا الجديدة ايش بتساوي؟ ساين ماينس 1 الاكس اس في البي على ال 3V5 في الاي اي. يبقى الدلتا الجديدة اللي احنا قلنا راح يتغير فيها النتيجة تغيير الحمل ساين ماينس 1 2.5 الاكس اس 24.88 في 1000 كيلو وات، صارت بالوات 3 في 208 على اللي هو مين؟ الاي اي اللي هي 255 اللي هي نفس القيمة، لأنه إحنا ما عملناش تغيير في الفيلد كانت ضلتها 255. قديش صارت الدلتا؟ الدلتا صارت اللي هي 23 ديجري. عرفنا الدلتا، يبقى عرفنا الإي إي والزاوية بتاعتها. الماجنيتيود 255 لكن الدلتا كام؟ 23. وإحنا عارفين إن الدلتا مالها؟ الفي فاي هو صفر، الدلتا الزاوية بتاعت الاي اللي هي مالها؟ نيجاتيف. يبقى الاي اي بيساوي في فاي ناقص الاي اي على جي الاكس اس اللي هي 208 والزاوية 0 ماينس 255 والزاوية ناقص 23 على جي 2.5، ومن هان بيطلع عندي الاي اي كام؟ 41.2 والزاوية 15 ديجري. ال اي ال لاين بيساوي جذر الثلاثة الفيز كارنت ويساوي 71.4 امبير. قديش زاوية الفيز كارنت؟ 15 ديجري. قديش زاوية الفيز فولتج؟ زيرو. يبقى الباور فاكتور الجديد كام؟ كوساين ال 15 ديجري اللي هو البوينت 966. بس ايش ماله؟ ليدنج، لانه الكارنت طلعت الزاوية بتاعته كام؟ زائد 15 ديجري. يبقى التيار هذا الفيز كارنت بدل 27.4 قد ايش صار؟ صار 41.2، بس الزاوية بتاعته كام؟ 15 ديجري. يبقى الاي اي في كوسان الثيتا كبر، لانه اللي هو الانبوت باور كبرت والاوتبوت باور مالها؟ كبرت. وصارت كمان الاي اي في ساين الدلتا اكبر، في كوساين الدلتا اكبر، وفي ساين الدلتا في ساين الدلتا اكبر. وهذا هو الفيزر دايجرام. هذه اللي هي الاي اي الاولانيه اللي هي 27.4 والزاويه زائد 36. الاي اي 2 اي اي برايم الثانيه اللي هي كام؟ ال 41 بوينت 2 والزاوية 15. يبقى الاي اي برايم في كوساين الثيتا 2 مالها؟ كبرت. ليش؟ لانه الباور كبرت. هاي الفي فاي، الفي فاي ثابتة. الاي اي كانت في الحالة الاولى 255 والزاوية ناقص اللي هو 12.4. الاي اي لم تتغير، يبقى الاي اي الجديدة نفس الماجنتيود. يبقى معناته انه لو احنا رسمنا سيركل الراديوس بتاعها بيساوي 255، يبقى الاي اي الجديده اللي هي الاي اي برايم الجديده لازم تيجي على محيط هذه اللي هي مين؟ السيركل اللي احنا رسمينها. يبقى هاي الاي اي 2 الطول بتاعها كام؟ 255، لكن الانجل جبناها من وين؟ من الفورميلا بتاعت اللي هو مين؟ الدلتا. في حاجة بدنا نحكي فيها بالنسبة للي هي الدلتا. الدلتا في حالة الموتور بالنيجاتيف، يعني الفاي
زاويته أكبر من زاوية اللي هو الـ EA. في حالة الجنريتور الزاوية بتاعت الـ EA أكبر من الزاوية بتاعت الفاي. كانت الـ E دايما في حالة الجنريتور تطلع فوق، يعني الزاوية دلتا بوزيتيف، لكن في حالة الموتور الزاوية دلتا مالها نيجاتيف. وهذا هو الفيزر دايجرام اللي بيوصف الحالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية لما أنا غيرت الباور. الباور كانت في الحالة الأولى 15 هورس باور، الأوتبوت في الحالة الثانية اللي هي كام؟ 30 هورس باور. طيب هذا اللي احنا شفناه كان الإفكت بتاع تغيير مين؟ اللود. طب تعالوا تنشوف الإفكت بتاع تغيير اللي هو مين؟ الفيلد كانت، يعني نغير الاي اف. تغيير الاي اف بغير مين؟ الاي اي. زاد الاي اف زادت الاي اي، قلت الاي اف قلت الاي اي. وفي جميع الأحوال الفي فاي ايش بيساوي؟ الاي اي زائد جي اكس اس في مين؟ في الاي اي. الـ input power 3 V5 في الـ EA على الـ XS sin الدلتا، الـ input power 3 الـ V5 في الـ IA في كوساين الثيتا. طب إذا إحنا الـ power input كما هي، ما غيرناش في الـ input power، هذه زي ما هي، ورحنا غيرنا الـ IF، يبقى اتغيرت مين؟ الـ EA. طيب الـ V5 والـ XS constant زي ما هو، يبقى هيتغير معاها مين؟ الدلتا، بحيث إنه EA الجديدة في ساين الدلتا الجديدة هتساوي الـ EA القديمة في ساين الدلتا القديمة، لأنه هذه الباور ما غيرناش فيها إشي، الـ input كما هو، يبقى الـ EA في ساين الدلتا في الحالة الأولى والـ EA في ساين الدلتا في الحالة الثانية نفس الإشي. كمان في الـ equation هذه 3 في 5 الانبوت كما هي، الفيز فولتج زي ما هو، يبقى هنلاقي انه الاي اي في كوساين الثيتا لازم يكون كونستانت، يعني اي اي في كوساين الثيتا في الحالة الاولى بتساوي الاي اي في كوساين الثيتا في الحالة الثانية. وهي عن اللي هو مين؟ الفيزر دايجرام بتاع الموتور عند اللي هو لاجينج باور فاكتور، وهي الزاوية مالها الدلتا، الدلتا مالها بتاعت الـ EA بالنيجاتيف في حالة الموتور. تعالوا تنشوف لو احنا غيرنا اللي هو مين؟ الفيلد كارنت الـ IF، وما غيرناش الـ input power اللي هو ايش؟ اللي داخله، ايش راح يصير؟ راح تتغير الـ EA، بس الـ EA في ساين الدلتا هتضل كونستانت. وين الـ EA ساين الدلتا؟ الخط العمودي اللي هو هذا، هيك اي اي في ساين الدلتا. يبقى وين الاي اي راح تتغير؟ على خط افقي موازي لمين؟ للفي فاي. وين ما تروح على هذا الخط الاي اي كبرت، لكن بضل الاي اي في ساين الدلتا ماله كونستانت. كمان الاي اي راح يتغير في كوساين الثيتا، وين اي اي كوساين الثيتا؟ اللي هو البروجكشن على الخط الافقي. يبقى لو الاي اي صار هان، يبقى الخط الافقي اي اي في كوساين اللي هو ايش؟ الثيتا الجديده بيساوي كونستانت. وبهيك بصير في عندي تغيير الاي اف بغير للاي اي والدلتا، بحيث انه الاي اي ساين الدلتا يضل كونستانت، وكمان بيعمل لي تغيير انه الاي اي في كوساين الثيتا بضله كونستانت. وهذا هو ايش؟ الفيزر دايجرام. هاي الاي اي واحد، وين الاي اي واحد؟ هاي الاي اي واحد، زودنا الاي اف صارت الاي اي اتنين اكبر، هاي الاي اي اتنين هي اكبر كماجنتيود، لكن في جميع الاحوال ماله؟ الاي اي في ساين الدلتا بيساوي كام؟ كونستانت. ليش؟ لانه الباور هذه كونستانت، الباور هذه كونستانت، اي اي ساين الدلتا كونستانت، اي اي كوساين الثيتا. طيب هاي اي اي واحد، هاي اي اي اتنين، ها هذا الطول من هان لهان اللي هو الاي اي واحد كوساين الثيتا. غيرنا اللي هو مين؟ الاي اف، زودناها شويه
صارت الـ EA3 أكبر من الـ EA2 وأكبر من الـ EA1، يبقى صار في عندي IA3. يبقى الـ IA3 في كوساين الزاوية هذه هيساوي نفس الطول من هان لهان. يبقى هذا الخط هيك الرأسي، هذا هو المحل الهندسي لمين؟ للآي. وين ما تروح الآي لازم تيجي على هذا الخط، كبرت زغرت وين ما تروح لازم تيجي. طيب بالنسبة للإي، المحل الهندسي اللي هو الخط الأفقي، وين ما تروح الإي هتيجي على هذا الخط، بحيث إنه يضل عندنا اللي هو مين؟ الإي إي في ساين الدلتا ماله كونستانت. وهذا اللي بينتج لما إحنا نغير اللي هو مين؟ الفيلد كارنت، بدون ما نغير مين؟ الانبوت باور. وهذا اللي هو مين؟ فيزر دايجرام في حالة لاجينج باور فاكتور، وهذا اللي هو فيزر دايجرام في حالة الليدنج باور فاكتور. في حالة اللاجينج باور فاكتور مال الاي اي كوساين الدلتا زي ما قلنا اقل من الفي فاي، لكن في حالة الليدنج باور فاكتور اي اي كوساين الدلتا اكبر من مين؟ من الفي فاي. لو احنا عملنا جراف للاي اف مع الاي اي عند باورز مختلفة، هنحصل على حاجة زي كيرف زي ما احنا شايفين. بنبدأ من عند لاجينج باور فاكتور، بنصل ليونيتي باور فاكتور، وبعدين بصير ليدينج باور فاكتور. يعني التيار تحت هان متأخر، هانا يونيتي باور فاكتور، التيار هانا متقدم. هنحصل على حاجة زي هيك، اي اف صغير هيديني اي اي اللي هو كبير، بعدين زود الاي اف حصل ليونيتي باور فاكتور اللي هي هان، بعدين زود الاي اف حيصير عندي ليدينج باور فاكتور. النقطة هذه اللي هو اليونيتي باور فاكتور. طب لو انا عملت هذا الكيرف عند باور اكبر، يبقى هحصل على كيرف نفس الشكل بس اعلى شوية، عند باور اكبر شوية نفس الكيرف بس ماله مرتفع شوية. هذه النقاط هي اليونيتي باور فاكتور، الجهة هذه لاجينج باور فاكتور، والجهة هذه مالها ليدينج باور فاكتور. الكيرف الواحد شكله زي ايش؟ حرف الفي، فهدول بنسميهم اللي هم مين؟ الفي كيرفز بتاعت السينكرونوس موتور. تعالوا تنشوف الاكزامبل. 208 فولت، 45 كيلو فولت امبير، 8/10 ليدنج، 60 هيرز، دلتا كونكتد سينكرونوس موتور اوف البريفيوس اكزامبل، بيزودني ب 15 هورس باور لود. الانيشال باور فاكتور كان كام؟ 85% لاجينج. الفيلد كارنت عند هذه الكونديشن كان، الكونديشنز كان 4 امبير. يقول لي سكتش الانيشال فيزر دايجرام اوف ذيس موتور، وبعدين هات لي قيمه الاي اي والاي اي. المطلوب بيه بيقول لي رحت انا زودت الموتور فلكس از انكريزد باي 25%، يعني الكرنت هذا زودناه 25%، بدل ما هو 4 امبير خليناه يصير كام؟ 5 امبير، زودنا الربع. بيقول لي سكتش ذا نيو فيزر دايجرام اوف ذا موتور، ارسم لي الفيزر دايجرام الجديد، وقديش الاي اي والاي اي والباور فاكتور الجداد بتاعوت الموتور. وبعدين بيقول لي assume the flux in the motor، افترض انه الفلكس بيتغير خطيا مع الاي اف، يعني الفاي بيساوي constant في الاي اف، make a plot، بده نعمل له بلوت الاي اي مع مين؟ مع الاي اف، للموتور هذا عند وين؟ 15 هورس باور. بنقول له تمام، الفي فاي بتساوي الـ EA زائد GXS في الـ IA، هذه الـ equation. الـ input power 3V5 في الـ EA على الـ XS في ساين الدلتا، والـ input power 3V5 في الـ IA في كوساين الثيتا، وهذه الـ per-phase equivalent circuit. الـ IA فاكرين من الـ example إنه الـ PN على الـ 3V5 في كوساين الفاي، الـ 15 horsepower 11.19 في 1000 على 3،
ال V phase 208 والباور فاكتور 85%، ولاجنج يبقى بيطلع الكرنت 21.1 والزاوية ناقص 31.8 ديجري أمبير. عند هذه القيمة من الـ IA بنجيب الـ EA، وكان قديش الفيلد كرنت 4 أمبير الـ IF، يبقى الـ VFI 208 والزاوية 0 ماينس جي 2.5 في الـ 21 والزاوية ناقص 31.8. قديش بتطلع الـ EA؟ 182 والزاوية ناقص 17.5 degrees فولت. هاي عرفنا الـ EA وعرفنا اللي هو مين الـ IA اللي طلبهم لما كان الـ IF كام؟ 4 أمبير. أنا رحت غيرت اللي هو مين الفيلد كانت، زودته كام؟ 25%، يبقى الـ EA الاتنين الماجنتيود بتاعها هيساوي كام؟ 25%، EA واحد زادت 25%، الـ IF كان 4 صار الـ IF 5 زاد 25%، يبقى الـ EA الجديدة في الماجنتيود هتزيد 25%. قديش بتطلع الـ EA الجديدة؟ بتطلع 227.5 فولت. طيب عشان انا ما زودتش الباور، يبقى الـ EA في ساين الدلتا بدها تساوي الـ EA في ساين الدلتا في الحالة الأولى والحالة الثانية. طيب الدلتا في الحالة الأولى اللي هي كام؟ 17.5. EA في الحالة الأولى اللي هي 182، EA في الحالة الثانية 227.5، بضل عندي مين؟ دلتا 2. يبقى الدلتا 2 ساين ماينس 1 اللي هو القيمة هذه، وبتطلع الدلتا 2 اللي هي كام؟ ماينس 13.9 ديجريز. عرفت الدلتا الجديدة؟ بجيب الـ IA الجديد الـ IA 2، لأنه الـ IA في الأول كانت هذه القيمة، الـ IA راح يتغير والزاوية بتاعته كمان اللي هي راح تتغير، فبصير الـ IA الجديد VFI ناقص E A2 على GXS 208 والزاوية 0 ماينس 227.5 والزاوية ناقص 13.9 على G2.5، وهذا حيساوي كام؟ 22.5 والزاوية كام؟ 13.2 ديجري أمبير. الزاوية طلعت بالبوزيتيف، كان اللي هو إيش؟ 21.1 والزاوية ناقص 31.8، يعني الباور فاكتور لاجينج، صار هنا اللي هو الزاوية 13.2 وإيش مالها؟ ليدينج، يبقى الباور فاكتور كوساين هذه الزاوية اللي هو 0.974 ماله ليدينج، وقيمة الكرنت اللي هي 22.5 أمبير. يبقى هذول اللي هو الدلتا 2 والآي 2 واللي هي مين؟ الإي 2 في حالة اللي هو تغيير الفيلد كارنت وزودناه 25%. وهذا هو الفيزر دايجرام، هاي الآي إيه في الحالة الأولى وهي الإي إيه في الحالة الأولى اللي هي 182 والزاوية ناقص 17.5. غيرنا اللي هو مين الفيلد كانت بس ما غيرناش الباور، يبقى الـ IA في الحالة الأولى في كوساين الثيتا بده يساوي IA 2 في كوساين الثيتا 2 اللي هو الطول من هالهان. وين راح الـ IA 2 اللي هو أجهان؟ بس الزاوية بتاعته صارت كام؟ 13.2، صار leading power factor. بالنسبة للـ EA راح تتغير على الخط الأفقي، هذا الـ EA كانت 182 صارت 227.5، بس في الحالتين الطول من هان لهان EA واحد في ساين الدلتا واحد بيساوي EA 2 في ساين الدلتا 2، لأنه أنا ما غيرتش الـ input power، بس تغيرت مين؟ قيمة الـ EA والدلتا اللي هي بتاعتها. وهذا اللي هو شكل الفيزر دايجرام في الحالة الأولى والحالة اللي هو الثانية. طيب المطلوب اللي بعد هيك بيقول لي بدي ترسم لي اللي هو الـ IF مع الـ IA، بنقول له حاضر. أنا عندي الـ EA 2 على الـ EA 1 بساوي الـ IF 2 على الـ IF 1، معناته هذا الكلام إنه الـ EA 2 على الـ 182 بدها تساوي IF 2 على كام؟ على الـ 4.
ومن هان بنجيب علاقة بين اللي هو مين ال EA2 وال IF2، وقال لي هذه العلاقة مالها لينير، يبقى ال EA2 بتساوي 45.5 IF2. يعني لو ال IF2 4 أمبير قديش ال EA2؟ 5 أمبير قديش ال EA2؟ حسب قيمة ال IF. كمان عندي أنا EA1 ساين دلتا 1 بتساوي EA2 في ساين الدلتا 2، يبقى الدلتا 2 بتساوي ساين ماينس 1 EA1 على EA2 في ساين الدلتا 1. هدول أنا عارف، فبروح بغير الـ IF، بجيب مين؟ EA2 وبجيب مين؟ دلتا 2. عرفت الـ EA2 والدلتا 2، بقول الـ IA2 بيساوي الـ V5 اللي هي 208 والزاوية 0 ماينس الـ E اللي أنا بحسبها وزاويتها على GXS. بغير الـ IF، بجيب الدلتا وبجيب الـ IA2 وبعمل تيبل، قديش الـ IF قديش الـ IA، قديش الـ IF قديش الـ IA، وبعدين برسم جراف. هاي اللي هو مين؟ الـ IF، وهذا اللي هو مين؟ الـ IA. طلع عندي الشكل هذا اللي هو مين؟ هذا اللي هو الـ V curve، اللي هي الـ V curves بتاعت السينكرونس موتور. هذا اللي هو المطلوب الأخير في الـ example، وهذه اللي هي نهاية شابتر 6 اللي هو بيتكلم على السينكرونس موتورز. احنا حطينا اللي هو شابتر 5 وشابتر 6 مع بعض لانه وسميناه اللي هو سينكرونس ماشينز، لانه بيتكلم على السينكرونس جنريتورز والسينكرونس موتورز، وفي اوجه شبه كبيرة بيناتهم ما عدا انه الباور فلو بيختلف من حالة الجنريتور الى حالة الموتور.